الاقتصادي والاجتماعي. حزب أفاق تونس أعلن عن انطلاقه من جديد الذي ينبني على قيم الحرية والمساواة والمسؤولية والتضامن والنزاهة. هذا واعتبر ياسين إبراهيم رئيس الحزب أن تجربة الإدماج في الحزب الجمهوري فاشلا ولا يلبي رغبات وتوجهات حزب أفاق تونس. فما حزب متقدم ياسر على الأحزاب الأخرين، والديمقراطية الحزب الأول يعني حركة النهضة كان متقدم، والديمقراطية ما تبنيش على يعني ساحة سياسية تكون ماهيش متوازنة. ذاك علاش مشينا في عملية انصهار أحزاب، تسعة في الأخر انصهروا، أكثر من 15 قائمة مستقلة في الحزب الجمهوري اللي هو كان الحزب التقدمي، ولكن للأسف ما كانتش هذه العملية ناجحة في المستوى اللي كنا نتصوروه لعدة أسباب. المؤتمر متاع الحزب التقدمي أنذاك، الاتجاهات السياسية، ومن بعد انطلاق نداء تونس ما بعد اللي خذ العديد من الأنصار اللي كانت نجم تمشي للحزب الجمهوري، وبعد 6-9 أشهر وين حاولنا نجيبوا الإضافة في وسط الجمهوري وبدينا نجيبوا في الإضافة، الحقيقة ولات فما ضبابية في الخط السياسي اللي خلطتنا للنتيجة نقولوا اللي ممكن نجيبوا إضافة ما أكبر متفرقين ملي مجتمعين في نفس الحزب. ورجعنا لخاصيتنا الأول هي معناها حزب أفاق تونس حزب ليبرالي اجتماعي، الموقع نتاعو واضح ماهوش حزب في اليسار، وهذا الاتجاه كان اتجاهنا من الأول. قبلنا في عملية الانصهار باش نكونوا فما طيارات مختلفة، ولكن إذا ما راوش الإضافة باش تكون كافية في هذا الاتجاه رجعنا لأصلنا كما نقولوا. والساحة السياسية اليوم للأسف يعني رغم الإيجابيات اللي التوازن ولا موجود الآن، ما عادش فما حتى طرف في نجم يهيمن على الساحة السياسية، لكن كان فما انتخابات غدوة كما تبعته في صبر الآراء الأخير، فما كان 45% مشوا ينتخبوا وقتها، فما كان 50% ينتخبوا المرة الأخرى. معناها هذا شو معناها؟ المقترح السياسي الحالي ماهوش قاعد يلبي في الدعوة. الخارطة السياسية بصدد تشكلها من جديد، خاصة بعد انسحاب بعض النواب من المجلس الوطني التأسيسي. تعد هذه المرحلة مرحلة محاسبة وتقييم وانطلاقة جديدة التي عبر عنها حزب أفاق تونس. احنا على كل حال التحرك هذا يعني كان نحبوه، كان في مصلحة البلاد، وكان في هدف نتاعو هو تصحيح المسار معناتها، والمرحلة هذه الانتقالية اللي راوها قاعدة خذات معناتها ثنية ماهيش صحيحة، واللي يلزمنا كل مرة معناتها في بعض الأوقات لازم نوقفوا ونعملوا نقد ذاتي لرواحنا، والشيء الغلط نحاولوا نصلحوه. وهذا شنو اللي معناتها احنا بالانسحاب نتاعنا قلنا راهو مش ممكن انه نكملوا معناتها المرحلة هذه كيما بديناها، راهو يلزم نعاودوا نقعدوا مع بعضنا الناس الكل ونعاودوا نلقاو أحسن طريقة أنه مش ننقذوا بلادنا من المأزق. ائتلافات وتحالفات وجبهات تتكون وأحزاب أخرى تتشكل وتظهر للساحة السياسية من جديد بعد ركود وجمود. ربما هذا التحرك السياسي يعطي نفسا جديدا لأجل تونس التي تعيش أزمة سياسية خانقة.